بتسألوني نعمل فيديوز وكده، بقالي فترة ما عملتش ويعني بقالي فيديوز. فيديوز. ف I'm so sorry for that. معانا النهاردة كلمة أباري، عايزة أحفظها. طب أنا حافظها، هي يعني معناها أصلا إيه؟ يعني قدرة على إمكانية. جميل جدا، ممتاز. هي نوعها إيه؟ نوعها adjective ولا noun ولا verb؟ نوعها noun، اسم. ممتاز جدا جدا جدا. أنا بقى عايزاكوا تحفظوها بس بطريقة creative، يعني أكتر إبداعية. تمام؟ تبقوا عارفين ال prepositions اللي بتيجي معاها، ال verbs، ال adjectives، إيه اللي بيجي معاها؟ collocation بقى. أوكي؟ بحيث لما تيجي على بالك كلمة أباري تلاقي نفسك بتجيب أصلا الميموري بتاعتك، الذاكرة بتجيب كلمات كتير جدا 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 معاها، ومعاها واللي معاها اللي شبهها، اللي زيها، السينونيمز، أي حاجة بقى. التالنت، لما مثلا تقول كلمة تالنت يعني موهبة، ينفع تحط الأدجكتيفز اللي بتيجي مع كلمة أباري. ما هو نفس ال يعني نفس المجموعة، نفس الإخوات بعض، نفس العائلة يعني، نفس الفاميلي وورد. أوكي؟ ممتاز أوي. تعالوا نشوف الأدجكتيفز اللي بتيجي مع كلمة أباري. التلاتة بس: amazing، جميل، useful، academic. لا طبعا مش تلاتة بس. amazing الأول يعني ايه؟ يعني مدهشة، أو يعني amazing، واو. خلي بالكوا بس من يعني حسوا المعنى. useful، مفيدة. academic، نوع الأباري ليه ايه؟ academic. تمام. دي اصلا لوحدها انتوا عندكوا كلمات ليها عاملين لها زي عيلة، من ضمنها ايه السينونيمز بتاعتها، ايه هما المترادفات لكلمة amazing. تشوفوهم هنا، تعالوا نشوف دي exceptional، واو exceptional زي كده، فريد، exceptional، outstanding، fabulous، unprecedented، great، مكتوب awesome، great job. amazing ليها كلمات كتير جدا شبهها، يعني مش نفس المعنى بس شبهها، بنمدح بيها. amazing، exceptional، فريدة من نوعها، great، عظيمة، outstanding، fabulous، رائع، awesome، fantastic، unprecedented. فكده انت بتعلي مستوى الانجليش بتاعك، خصوصا الناس بيدرسوا IELTS. اوكي، لما باجي ادرس IELTS بدرس synonyms كتيرة جدا. ليه؟ عشان ابقى عندي variety، مش كل مرة اقول نفس الكلمة، وكمان استخدم simple words، كلمات بسيطة. كلمة amazing يعني هطلع من كلمة amazing دي شوية كلام، هقول great، ها فاكرين الكلام؟ exceptional، outstanding، fabulous، unprecedented. خلاص رجعت الكلام بتاع amazing، ممتاز جدا. let's move to another word. تعال نروح لكلمة مثلا زي كلمة useful. sorry useful، ايه الكلمات اللي تبقى زي useful؟ useful ability، I have useful ability، يعني قدرة أو إمكانية مفيدة، عندي قدرة على، مفيدة على كذا كذا. أوكي، ممكن أقول إيه تاني؟ handy أباري، helpful أباري. تعال نشوفها here: useful، helpful، وممكن كمان أستخدم ال antonym بتاعها يعني المضاد بتاعها، useless أباري. أوكي، great job. طب ايه اكاديميك دي؟ انا ممكن اطلع من كلمة اكاديميك دي كلمات كثيرة جدا، كل انواع الاباري بقى اللي عندي، مثلا artistic ability، for example academic ability. okay what else I can say؟ athletic ability، reading ability يعني قدرة على القراءة، for example musical ability. ممتاز، كويس اوي. بالمناسبة amazing ممكن اقول creative ability. okay creative، يبقى ايه نوع الاباري؟ اي بقى اباري عندك، رياضية for example مثلا. technical اباري، وهكذا musical اباري. تمام، هبقى اعمل زي فيديو كده عن ازاي اعمل اصلا adjective كمان. ممتاز، يبقى هنا عندي كتير جدا، وكمان اقدر اطلع تاني من خلال الدكشنري، هوريكم في فيديو تاني ان شاء الله ازاي اعمل الفاميلي دي، ازاي اعمل الكولوكيشن دي. اوكي، من خلال باستخدام الدكشنري. نيجي بقى على خانة الفيربس. ايه الفيربس المستخدمة؟ have، possess. possess يعني ايه have و possess؟ الاثنين صح، synonym، برافو، الاثنين شبه بعض او نفس المعنى، معناهم يملك او عنده. ممتاز. display، ايه display دي؟ underestimate، دي كلمات جديدة تحسن اللغة عندكم. لو قلت طبعا كلمة underestimate، improve، display، حلوة قوي. تمام،
هنا display ده كلمة display يعني ايه بالمعنى العربي اللي هو يوضح، تمام، بس هنا بمعنى اللي هو يعرض يبين to show off. هطلع من كلمة display كتير جدا. الاول بس نطلع من كلمة have يملك او عنده ايه أباري قدرة على amazing great fabulous whatever بقى هتوصفه بايه، تقوله have got او has got possess وهكذا، تمام ممتاز. كده عرفت كلمة has و have و possess كلهم ينفعوا مع كلمة أباري. ايه كمان نشوف verbs ثانية improve display شبهها ايه بالظبط زي show. I'm showing my ability to show my ability ability مثلا in drawing in reading in speaking English فبين بوضح بستعرض reveal بوضح demonstrate برضو بوضح okay show off prove بثبت اثبت reveal بوضح. تمام انا كده بينت كل الverbs اللي ممكن تستخدم زي display، تمام. دول قوي كافيين جدا يعني انت طلع من كل كلمة خمسة يعني ستة او اربعة حتى it will be great. okay very good. كده خلصنا display okay possess or have very good. we have also underestimate. يعني ايه underestimate؟ excellent يعني قلل من قدر حاجة. okay الverb اللي ممكن يصطدم مع كلمة underestimate تعال نشوف كده. Underestimate, question, doubt, ignore my ability, بيتجاهل, doubt. هي مش نفس المعنى يا جماعة، ممكن فرق ما بينهم طفيف، بس هي نفس الايه العيلة، نفس ال تدي نفس السنس كده من النيجاتيف، okay, negative energy, negative reaction, okay, question my ability, بيشك لسه في الability بتاعتي, okay, underestimate, doubt, ignore, you got it, فهمتوها؟ بدي verbs حلوة جدا انكم تستخدموها بدل كلمة underestimate او حتى كلمة underestimate حلوة جدا، تمام. great job. improve في كتير زيها زي develop perfect excellent job increase اللي هو الverb increase acquire ability to blah 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 هي معناها ان هو بيزود upgrade ممتاز. okay المهم تصلب اي verb معناه يعلو بي، فهمتوها؟ بس كده I hope it is clear. ممكن تستخدمه يعني cards زي دي تكون تسهل الموضوع او تستخدمه كشكول ده كله في النوت بوك، تمام. هنا بقى ايه الدوائر الصغيرة اللي انا مطلعها دي preposition تستخدم مع كلمة ability. my ability to draw to بعدها الفعل في المصدر او اللي هو الانفينيتيف البيس فورم او ال ان قدرتي فيه ان دروينج ان ريدينج ان سينجينج في الغناء واتس ايفر يعني حاجه بس هنا انا استخدمت البروبوزيشن ده اوكي تو اور ان عرفت البروبوزيشن بستخدمه فيها، تمام. بقول مثلا هي هاز ان اميزنج ابيليتي تو درو عنده أباري قوية جدا أو قدرة عالية جدا على الـ amazing مذهلة على الرسم وهكذا. I hope it's clear and you got it. كده ازاي تحفظوا كلمة بطريقة creative وتلزق في دماغكم stuck to your mind the meaning and the collocation the what is related to this word to be great effort. Thank you so much. وافتكروا دايما study smart not study hard or study much. في ناس بتذاكر جدا بس ما بيذاكروش بطريقة smart. so study smart not study hard. thank you so much. السلام عليكم.